نادي بارادو بثلاثية كاملة. ومرة أخرى نشاهد الأهداف، الهدف الأول الذي كان لصالح نادي بارادو في الدقيقة 17 عن طريق بن عياد. نادي بارادو إذن يحسن أحواله هذا الشوط الأول. في الشوط الثاني نادي بارادو أضاف هدفين مرة أخرى. الهدف الذي نشاهده كان في الدقيقة 56 عن طريق نعيجي، الهدف الثاني الذي أضافه إلى نادي بارادو، وهدف ثالث تقريبا بنفس النتيجة، وتقريبا أنه مولودية العلمة مستسلمة في هذه المباراة مثلما تبين الصور. الهدف الثالث لبوزوك في الدقيقة 76. ثلاثية كاملة من الأهداف لصالح نادي بارادو، واحتفالات بهذا التأهل ووضع مؤسف لمولودية العلمة التي لعبت منذ سنة